لجأ آلاف الفلسطينيين إلى مستشفى الشفاء، وهو أكبر مركز طبي في قطاع غزة، والذي تلقى مؤخراً أوامر الإخلاء من خلال الاحتلال الإسرائيلي. يقول فلسطينيون يحتمون في خيام في أرض المستشفى إن ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، وأنهم لا يخططون للمغادرة. إحنا شردنا من كتر القصف يعني، والوضع هنا صعب جداً، كل يوم بيزيد عن التاني. امبارح يعني قصفوا قرايبنا 15 نفر، واحنا مشردين ومشتتين وفيش اكل فيش شرب، حتى الميه ما فيش. بروح ببعت ابني يجيب جلنان ميه، بقعد بالثلاث ساعات بالاربع ساعات. قصف المخابز ما فيش خبز، اقسم بالله ما عندنا رغيف، اقسم بالله. كل ما نقول هيدي الوضع بيشتد، الوضع بيشتد، القصف بيشتد، الدمار بزيدوا، الشهداء بزيدوا، الميتين. امبارح يعني وانا عند الثلاجات جابوا الاطفال بظروف، بظروف الله قالوا هذا بظروف. الطفل هالقد تاني تالت الاقيه مكوم كوم مقطع هيك اربع شقف، اقسم بالله هذا عن جد. صامدين صامدين الحمد لله، لو ايش بيعملوا فينا مش طالعين من الشفا، من مستشفى غزه بالمره. يقطعوا ميه، يقطعوا كهرب، يقطعوا اكل، احنا صامدين بناكل بسكوت، بناكل فستق، بناكل ايش مكان.